السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين؟ مع الصحه كل شيء مزيان. نتمنى تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم 21 في رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم، الله يكملوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطولة العمر. غادي نرجع هاد المهنات، ما نقولش لكم خوتي، يوميا هاك، يوميا يوميا هاك، يوميا هنا راه قليل كنعمر نغسل. المهم نقيت الدنيا البارح، دابا غنبدا الفطور ديالي، مجدة الكاميرا وغنفضل الفطور ديالي، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله باذن الله. فطور مغربي، ما لقينا ما نديرو اخوتي، ما لقينا ما نديرو. المهم انا نحط الكاميرا هنا، ما لقينا ما نديرو، صافي تلفنا، صافي تلف لينا كلشي. هادشي اللي كاين، نشارك معكم النهار ديالي ديال اليوم، ونتمنى يعجبكم. وما تنساو حتى السيده وهي تقول لي رشيده واش ما بقيتيش كتحطي الفيديوهات؟ انا اللي هاد الشهر هذا كنحط يوميا. الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيا قبل وما بقاوش يقدروا يخرجوا ويعاودوا يرجعوا، كيبقاو يطلعوا لهم الفيديوهات. وهاد الشهر يا دار عير الكوزين اخوتي، وسمحوا لينا هادشي اللي كاين. تنرمى تلقى ما تندير، كندخل نقلب شنو ندير، شنو فكره ليا، ما تلخرا كنوليو عيت كنكور صراحه. تقال اليوم غتشاركوا معايا الطويجين ديالي ان شاء الله باذن الله، وانا غنديروا معاكم. يلاه تقديت، غنوجد كلشي، نرجع دوك المواعن وهادشي اللي كاين خوتي. دابا انا غنرجع هاد المواعنات كاملين اللي عندي، كلشي خصو يرجع. رجع الكيسان، كل حاجه رجعها بلاصتها. يوميا عندنا هاكا، يوميا نجبدو الطابلة نعمرو هاد المواعن. تقهرنا تقهرنا خواتي تقهرنا. أنا غنرجع مواعناتي ونبدا معاكم، وأنا غنوجد الميزون بلاص ديالي كما تنقولو حنا. صافي نبدا على بركة الله، نبدا الطوجين ديالي. أي واحد مغربي راه غيعرف الطاجين، وهادشي اللي كاين بغيت نبدا دابا. يلاه جوج ونص رغيف عليه، جوج ونص دابا غادي نديرو دقة دقة يطيب على خاطر خوتي، حيت عينا خوتي بالشهيوات. دير هادي دير هادي، ودي وحدي عييت هادشي اللي كاين. وانا غادي نوجد الطاجين ديالي ونبدا. هانتوما يلاه رجعت المواعن، هادو تيهبط مصطفى غادي يقادهم ليا. هانتوما كل حاجة كترجع بلاصتها. صافي هنا انا يا جماعة تروينتي، شوف قديتها. ونبدا معكم الطويجين. هنا خوتي انا غندير اللحم، غادي نطيبو، ندير معاه ماشي كيعرف يطيب اللحم، غير هو كاين اللي ما كيعرف صراحه، تقال كاين اللي ما كيعرفش. هنايا انا عندي طريفات اللحم ديال الكتف، صمم ليا صمم. جبت طريفات ديال الكتف، هنا عندي القزبر، وغندير الثومه، ورقة سيدنا موسى، شوية القرفة، شوية راس الحانوت، شوية ديال الزعفران دامة، الزعفران عرق، شوية ديال البسيبيسة، البزار، والسكينج، كلشي هادشي نخلطو. ندير زويته، وشويه ديال السمن، قلتنا ديال السمن ضروري نديرو منها. درتي شويه وطريفه الحامض، انا الحامض كنديرو هكا نيشان، نطيبو بالماكله هكا نيشان تيعجبني، تنفرتكو كاع. صافي هنا نشرملو هاد اللحم ديالنا. هنا
ندير شويه الماء نشرب كل هذا ونطلق عليه البوطه بشويه. صافي هنا انا نطلق عليه البوطه غير بشويه بعلم هنا. يلا يجينا يلا يطيب. صافي نخليها تطيب على خاطر وعاد نزوق. ندير هذا وندير هذا غنسلقهم كل حاجه غنسلقها بوحدها ودغيا هانتوما. ماشي بحال خوتي الشهيوات فيهم تمار الشهيوات فيهم تمار تخ ديري تخربق في الاخر. ديك النهار انا درت الرغيف ودرت التمار واقفه واقفه جيت نحط ما لقيت ما نحط الدراري هادشي اللي كاين. وهنا خوتي هذا هو غداء عشانا فطورنا ديال اليوم. غندير اخوتي انا غادي نفرك شويه ديال الزبده اللي انا نغوص نديرها بالشوكولا. صافي نحط شويه الخبز شي ديال البارميجانو بارميزان مليحه شويه ديال الزيت هنا. دابا غادي نفرش البسباس بسباس علاش هكا باش ياخذ داكشي اللي غندير الفوق غنديرو لتحت واخا ندير كما شي سمحنا يجي زوين بحال هكا. الانسان يوجدو ويحطو زعما غندير الشيفرون وندير ندير هاد هذا تو غنديرو نحطو هكا هاد غير كيتفرتت درت ليه نص شويه خمسة دقائق الا قدرتو يتبخ خمسة دقائق حيدو سينو نستف هادشي ديالي هنا تاهو وندير تا البطاطا تا هي نزيد نكمل الباقي حيت هاد الما بغيت نسلق فيه البطاطا سير نسلق فيه صافي نشعل عليها. وهنا خوتي راه درت البصله راه كيطيب على خاطرو وهنا درت الليمون والماء عاد غندير السكر من ما تسلق شويه عمو. صافي تطيب ليا البطاطا ملي نديرها هنايا عاد ندير داكشي اللي سمعتو هنا ندير السكر هذا اللي غندير فيه القرفه ودوني
هذا غندير فيه شويه القرفه، انا كتعجبني هكا نخليه يطيب. ناخذ هنا كوب الخبز، صافي كي ندير فوق البارميزان، مبقاش عندي البارميزان. زويته ندخلو الفران، انا غنوجد ليهم هادشي وغنمشي نفطر عند الوالده ديالي، نمشي لهم يوصلو نفطر عندها، كاينه اختي المنية تم ونفطرو عند الوالده. انا وجدت ليهم هنايا الطويجين، ها هو غادي يقادو المسائل ديالهم هنا صافي. وهذا راه البوستو، هذا اللي غنزيد فوقو شويه ديال اليازير حطاتو ليا فاطمه هنا. البطاطا اللي غنزيد فوقها شويه اليازين، وندير فوقهم واحد شويه ديال الثومه، شويه ديال الثومه، ندير هذيك اللي مطحونة نيت. البطاطا كتبغي الثوم، صافي هذا غيدخل الفران وصافي كلشي اللي كاين. اوكي ديجا راه عطرا فوق فاتشوليرو، ماشي حنا خارجين نديرو اوريدي لا فايتو لا معاك. اوكي غنجي من المدرسة نصيدها هنا خوتي، هنا كنوجد ليهم باش يلاه عندنا نلحق نمشي نفطر عند مي قادين ضروري، سينو غادي ندير زيت نور. هنا هذا تا هو غادي نمشي نفطر، نمشي نفطر مع يسرى. هنا انا ندير لهم هاد البرقوق نخضر به هنايا صافي، راه غداهم وعشاهم فطورهم واجد، هادشي اللي كاين فطور نهارك. او ماي جاد، هاد لاصوص هو نزيد شويه هنا، هانتم يجي زوين جا ريحتو معتبره. Adesso lo spengo, poi dopo lo scaldate, va bene? اخيرا واخيرا سالت قبل الفطور، عرفتي شنو ملي دخل رمضان ما خرجت هاد الوقيت، اخيرا خليت لهم فطورهم شغلهم. خوتي هذا هو الفيديو، حيد عليا الكوزين الكوزين، نمشي نغبر شويه، نمشي عند موي نفطر معاها. موي نهار نسيت سمعت موي نهار الجمعه باغا تمشي مسكينه للطاليان وما فطرناش معاها، الجمعه هادي غتمشي للطاليان صافي. نمشي ندي يسرى وندوز عند تيشكا، لا لقيت شي حاجه ما لقيتش غنمشي، حتى انا غدا معطله ما درت حتى حاجه، ما كنتش ناويه حتى غنفطر عاد نمشي صافي. دور لي في الخوه قلت نمشي نفطر انا ودي معايا يسرى معايا نورا ونمشيو نفطر عند اللي كان اللي قسم الله ناكلو معاهم هنا عند امي. ديروا الدره زوينيني شي حاجه، امي اخوتي البينوار كاين البرد اختي يا نورا موجدت لينا الطويبله، جينا هجمنا عليها مسكينه، معليش نبدلو شويه نبدلو شويه. عاد جايه يسرى، اش طيحتي كاع طيحتيهم، طيحتي كاع الصرف. منيا خيطت جلابه لامي جات زوينه ولكن ما شتهاش. الاخر غنوريكم الديزاين ولكن قولوا لنا رايكم. ولكن ما شتهاش. اي انا اش من لون؟
ايوا خليها سسبنس صافي تدير مو غتلبس لينا واحد الجلابه وتوري مو راسي بان واحد البيتزا فين تبان البيتزا ديال دالاتزيا اللي بغى الكوموند يجي عند زرافة الحسن خليتهم مفطورهم خوتي داكشي اللي شاركت معاكم ما شفتوش المهم غايجي زوين ما دقنا ما قلت لهم خليو لي حقي هادشي اللي كاين دزت عند تيشكا من عند تيشكا وما عندهم هادشي زوين تبارك الله وصلى على النبي الجن ديال امي هاوتي غلغل حريرته هادي يسرى هادي يسرى الجلابه ديال امي اللي صايبت لي امونيا تبارك الله عليك وفين الشربيل امي خلاص معليش راه خص بلاتي عا بقى تيجيبوا لك الشربيل راه كتجرجر راه خصها تدير منين ها انتم شوف كي جات امك بصحتك امي بصحتك راه الا الشربيل شي جات اختي اللور واسع مها المدير بزاف لا راه هي كاينه شاده قدام ها هي شاده قدام هكا بالكرش فهمتي اذا دابا اللي غيتنقص غيتنقص ليها لا غيتنقص الظهر ها انتم اصوغتي الدكاليه ها التقاشر كحليه راه كاين البرد اخوت ها انتم انت انا لابسه التقاشر جاتك زوينه ديري لها جا مع القفيطين هو هذاك ولكن القدام علاش اللور ما حيت امي هازه القدام هكا شي عندها الله يرضي على وليداتها هكاك موني اللي فصلت لي هاد الله يرضي عليك بصحتك بصحتك ديري هكا ديري هكا هبطي عليها شويه من القدام معلم مزيانه بخزاني احسن امي حيت كيشنقها لا واجي نقول لك شتا كتصب اخوتي انتما اخوتي كي جاتني انا جلابت امي والجمعية اللون فل اللون واعر هذا اللون القميص والله يتمطروز واعر شحال داروا لك الطرزه بشحال صايبات هاد الطرزه عاد الطرزه كمان لا واعر يسرى كي جاتني هاكي شدي شديني شديني احسن مخزاني احسن اذا هذاك الثوب مخيطه هاكا خطيره جاتني كزيتني على الشربيل شوفوا التفاصيل الشربيل وشوفوا التقاشر كاين البرد اخر جاتني واعره واعره عيانه هذه ما عطوش على لا مود لا مود لا مود ولات مش كيبان عينه هذه كانت عاد تسد شويه لا جات امي جات دايره هادشي اللي كاين خوتي ودي راه جلبت امي ماشي ديالي خيطات على امونيا والله يرضي عليها بصحتك بصحتك امي لا جات زوينه ها هي واسعه بزاف